السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا جماعة شير مشاركات. الليلة طلعت قبل الزمن بساعة لأنه في ناس طلبوا مني الليلة أطلع كده بدري احتراما للناس المشاهدين ولأخواننا، نطمن الناس وندي الناس الحاصل. طبعا يا جماعة مشاركات، يا جماعة قبل ما نبدأ مشاركات، ادونا مشاركات، ادونا المشاركات قدر ما تدي مشاركات، بتحمي الصفحة وبتحمي اللايف وبتحمينا وبتخلي الصفحة تكون مستمرة. مطلوب منك بس تشارك لنا اللايف، ادينا شيرين ثلاثة شيرات اربعة شيرات خمسة شيرات 100 شير عادي. اي اولا يا واحد اسمه منو نكره كده شيوعي ما بكاتب منو جحا ولا منو جحا ولا حاجه كده جيحا جحا حاجه كده تافهه ما عندها قيمه. فبقول انه الناس ستفت والجنجويد طلعوا. احنا بنتكلم مع سودانيين يستفوا، سودانيين يستفوا شنطهم. الناس الوطنية بتعرف وطن، تعرف السوداني يستيف، انت مالك من يستيف، انت جاي وين، انت ماشي وين، ها انت جاي وين ماشي، ما تجي ما تجي. انا بقول لك ما تجي. اي زول كتب حرف حرف، تعرف الحرف في المؤسسة العسكرية ويتريق عليها بتبلى وبتحشى. ما الحش اللي بيقولوه ساي بتاع تمشي، الحش الطبيعي عشان ما تتعب تجي. احنا بنخاطف في السودانيين، بنخاطف في الناس اللي عندهم اخلاق، الناس اللي عندها شرف. انت ما تتدخل في حاجات زي دي، ما تتدخل، ما من الرجال اللي حترجعوا تاني ولا من الرجال اللي حتكون يوم من الايام السودان ده بالنسبة لكم وطن تاني. قفل انتهى، قصة انتهت. يا جماعة في حملة شديدة، أنا ما داير أرد على واحد واحد لأن أنا ما فاضي لهم وما برد على أي تافه، أي تافه ما برد له، أقسم بالله العظيم ما برد له. وقدر ما الناس الأصوات تطلع بتعرف أن إحنا ماشيين صح، وأن صوتنا بيألم، وأن صوتنا بيدق صح، وأننا بنألم وبنوجع كثير، كمية بتاعت عطالة بتاعت ناس ما عندهم اخلاق، ناس انفصاليين بيتكلموا كلام ودارين نرد عليهم عشان نرفعهم، ما بنرفع زول. احنا بنقول لك يا شعب يا سوداني، قوتك في وحدتك، قوتك في وحدتك، قوتك في وحدتك. السودان ده واحد، ما في حاجه اسمها يتفصل. اي زول ده مختل عقليا، اي زول بيجيب فكره بتاعت انفصال ده مختل عقليا، ده مفروض يودوه المصحة طوالي طوالي وخدته في المصحة يتعالج. دي الحقيقة. أي بني آدم يتكلم عن انفصال ودولة ده زول تافي، ده زول نجس، ده زول قذر، ده زول مع راجل. خلي التهديد مع راجل، ده زول مع راجل. الوطن ده ما بيتفرتق ولا حتى ما بيتفرتق منه تاني. الدائر يفرتك يمشي يشوف له وطن غير الوطن ده. الوطن ده ما للعنصريين ولا الناس التافهة ولا الناس اللي ما عندها أخلاق. الوطن ده حقنا كلنا. من الجنينة ليه سواكن، ليه بورسودان، ومن حلفة ليه جودة وليه جبلين. كلام منتهي، ما في. سودان ده موحد. الآن السودان اتوحد وموحد أساسا. نحن مما قمنا ما عندنا عنصرية ولا بنعرفها، ودي الحقيقة اللي بتألم الناس. عنصرية ده تابع للمشروع بتاع الدويلة تحت الشر، ده ماخذ، ده قابض. أي زول بيتكلم عنصرية ده قابض. أي زول من ما كان خد، أي زول بيتكلم عنصرية ده قابض. ده من المشروع بتاع دويلة الشر. ما يقول لك أنا بدعم جيش، ما في جيش بيدعم بالعنصرية ولا في جيش بيدعم بالفرقة. الجيش مؤسسة قومية فيها جميع القبائل بتمثل السودان كله،
الآن الشعب السوداني كله ملتف حوالين مؤسسته العسكرية. ليه؟ لأنه شعب بيحب الوحدة، لأننا نحن ما بنعيش بدون أهلنا في الجنين يعيشوا وأهلنا في الشرق يعيشوا. شعب ده واحد، جيش واحد، شعب واحد، وحدة بس، مصيرنا مشترك. لكن في ناس دارين يعملوا نفسهم داعمين وبعد فترة يجي يسوقوك لعنصرية. ما في زول سوداني بيتكلم عنصرية، ده زول قذر، ده زول مدفوع القيمة، ده زول نتن، ده زول ما عنده أخلاق، ما عنده شرف، ما عنده دين. ما في عنصرية، احنا سوداننا ده واحد. أمان السودان من أمان الجنينة، أمان السودان من أمان الفاشر ونيالة وزالنجي، دي الحقيقة. عشان كده نحن صوتنا بيألم وصوتنا بيوجع وصوتنا بيخلي الناس تصرخ، وكثير حيصهروا كثير. حملة كمية مما دقنا لهم كفيلون اللي بيدفع لهم القروش، مما دقنا لهم سيدون، مما الطريق مشى صح، مما الناس وعد، الناس دي بدأت الأصوات تقوم لفوق، بدوا يدفعوا فيهم. يلا يلا اطلعوا دافعوا، اطلع اطلع يا صعلوك دافع، اطلع احنا ما اكلناك واكلنا ابوك، اطلع دافع، اطلع يا ريم مدافع. بيرزون كده بس كرباج وبالعقال. ليه؟ لانهم دافعين لهم، لانهم كاسرين نخرتهم. الان بيجي امس واحد سالني في المنصه بتاعت التيك توك، قال لي لكن لسه الدويله دي ما ردت. قلت له كيف ما ردت؟ كيف الدويله ما ردت؟ شايف القحاطه ديل منو؟ حركهم منو؟ ناس محمد عصمت والاعلام القحاط اللي بيتكلم عن الانفصال والقحاطه ديل الريم الحرق ديل ما ياهون بيردوا لك ديل. الدويله ديك ما بترد، الدويله بترد لك بدل اثيوبيا. ممكن يومين ثلاثه تشوف الاثيوبيين دخلوا الفشق وفي حرب دولت بهنا، بيردوا العملاء. الدويله ديك ما الدوله الممكن ترد لنا نحن، لاننا نحن كاسرين نخرتها مما قومنا. ودي حقيقة. ما بتقدر تواجهنا رجالة، ما بتقدر، ما بتقدر رجالة، ما بتقدر، والله ما تقدر، والله العظيم. ما شوف والله العظيم صاروخ واحد تجيب كلها حياتها تنتهي. عايشة على شنو؟ على السياحة. مجرد ما واحد يوم ساي قال له أدب ونقولنا بسم الله وصاروخ جوات، أنا من اللي بيجيون؟ من اللي بيجيون قنعان من عمره؟ ما دي الحقيقة. احنا شعوب واعية وشعوب عارفة انه الحياة دي بكرامة ينموت كلنا. دي اصلا ما عندنا فيها شكك. عشان كده دي ما بتتكلم هي ولا بترد لك هي، بتفك لك العملة حقنا، بتفك لك الناس القابضة، بتفك لك محمد عصمت عشان يتكلم لك على انه ده ما يمثل والخطاب متهور. ديل اشبه الرجال ديل بتفكه لكم. عشان كده هي ردت بيديل، لكن هي تطلع ترد ما بتقدر. قالوا ياسر العطا ده بيمثل اي سوداني اي بيت. الليله كمان قال محاضره غيمه في دول الجوار، ادى اريتريا حقها، اريتريا اداها حقها كامل. قال لك دي الدوله وفعلا فيها قياده والقياده رشيده، لانه فعلا عارف السودان يعني شنو، وعارفه السودان اجهزته تحت المخابرات داخله في اي دوله. عشان كده ياسر العطا الليلة شكر لك اريتريا، اداها حقها كامل، اداها كامل، اداها كامل. وده شغل وهم بيعرفوا ده الرسائل دي، هم بيعرفوا لها اكتر مننا. الرسائل بتاعتنا تحت المغلفة دي هم بيرسلوها، بيعرفوها بتصل وين وبتضرب وين وبتهبش وين. عشان كده الناس ديل ما بردوا ليكون ولا بيعملوا حاجة. حتشوف ردة فعل عمالة، حتشوف ردة فعل وساخة، حتشوف ردة فعل الناس الانفصالية اللي بيجعجعوا الايامات دي، الناس الطالعين حملة خمسة يوم شغالين في نانا. خمسة يوم انا موريمكم كده، تعالوا قدموا طلب. قول لي والله يا بسيوني الايامات دي ارتاح، نحن تعبنا منك، حشيتنا. بعد ما تقول لي حشيتنا انا بخليكم، والله بس قدموا طلب، قدموا طلب، تعالوا بتدرب. قول لي والله احنا غلبنا معاك حيلة، وصلنا شغلك هناك، وصلنا دولتك هناك، ما في فايده. جيناك في البيت، جيت جي في البيت، اقسم بالله العظيم في البيت، في البيت جوني في البيت، ما لقوا نتيجه. حنسوني، ارقدوا لي علي بطنكم،
تعالوا يا انفصالي يا خزر يا واطي يا ما عندك شرف، تعال ارقد على بطنك، تعال يمكن ارحمك، ما قلت الادب ما بتنفع والتهديد ما بينفع، انت قاعد لك في دويله، نتلاقى في السودان وتعال قل ادبك، تعال قل ادبك هناك في السودان، ما يبقى جعجع الواحد يا اما يبقى راجل. انتوا مالكم اتحركتوا من هنا؟ مالكم انتوا بتبلوا في الدوله دي؟ الدوله دي ما بتبل في بلدك، الدوله دي ما بتبل، مالك طالع كده زعلان؟ زعلانين مالكم يا رمم يا خنايب يا اشباح الرجال، زعلانين مالكم، زعلانين مالكم يا ما عندكم شرف، مالكم اللي مزعلكم شنو؟ مزعلكم شنو؟ عشان قهرنا لكم سيدكم؟ عشان سيدكم انقهر؟ عشان ولي نعمتكم انقهر؟ عشان فرض عليكم تردوا؟ ما بتقدروا، ما بتقدروا، جعجع سايف الفاضية، كذب، مكروهين ومنبوزين وما في زول بدوركم. الناس قالون انا ما عارف، قال الناس بتحضر بسيوني ليه؟ العاجبون يا اخي، الناس بيحبوني في الله، المحبة دي من الله، بيكرهوك انت ياخذي من الله، بيكرهوك انت وبيكرهوا ابوك ذاته يا اخي، انت والله ما بتطاق، واقسم بالله ما في سوداني بيعايليك، والسودان كله ما في زول ساي بس عنده لك حاجه، ياخذي من الله سبحانه وتعالى، المحبه دي ما بيشتروها ولا بيدفعوا لها قروش ولا بيخطوا لها حساب، دي من الله سبحانه وتعالى. انت مالك حارق ميتينك، انت مالك حارق ميتينك، مالك تبقى راجل وكلامك ده بنتلاقى، وكان الدنيا دي كتبت ليك تخش السودان ده بنتلاقى، كثيرين احنا ما بنزعلهم في الميديا، لكن السودان ده قاعد والسودان ده مفتوح للرجال، واي عنصري، اي زول خزر، اي زول واطي، اي زول كلب بتاع سفارات بتاع منظمات، والله السودان ده بالنسبة له نار جهنم، نار جهنم وبئس المصير. السودان ده للسودانيين، السودان ده للسودانيين، السودانيين اخلاق، يعني شرف، يعني رجالة، يعني نزاهة، يعني جيش، يعني نحن جيش، يعني نحن وطن، خلاص انتهى. نمشي يا جماعة نشوف الحاصل في الميدان، الناس اتداولت الصور بتاعت الكوبري بيصلحوا فيه، يا جماعة قلت لكم الجيش عارف، والله انت بهنا نشرطة الكوبري انضرب بهناك، مسيرة جات خمشته رجعته أقعد من أول، وشالت معاه ناس دنيا زايلة، الآن قبل المغرب، قبل المغرب، يعني انت الجيش قاعد وعندهم سيارات شغالة بهناك 24 ساعة وعارف الحاصل شنو، مشي الهم، هم مشي له، الجيش واعي، نازل يصلحوا وجابوا المهندسين اللي قبل 6 يوم دمروهم بمهندسينهم، الليلة أسي قبل المغرب فجخون جو جوا الجسر، شير يا جماعة، شير يا جماعة، فجخون جوا الجسر، فجخون جوا الجسر، خلاص الكوبري الآن انجغم، تاني انجغم، تاني انجغم، ماشي لها مصلو، المتحرك الناشرينه ليك قبل أمس، قال لك فوق الدبابات المصور ده والناس ماشيين فيه وداخلين، المتحرك ده انجغم أمس، المتحرك ده انجغم أمس، وعلى مزولتي الشخصية المتحرك اللي شايفه فيديوهات لافة واحد بيصور فيه وقال لك الناس دي جايين من ليبيا انجغم أمس، بقول لك الكلام الحقيقة، انجغم أمس، انجغم بمدافع وقال فوق المدافع وفوق المدرعات وفوق الدبابات، انجغم امس، انجغم، انجغم امس كله، شفت المتحرك الليلة اللافي ده، الصورة اللافة والفيديو اللافي والناس رافعينه والناس دي دخلوا، انجغم كامل على جهة مكدادة، على جهة مكدادة، وكان في استقباله عبد الرحيم دقلو لكن شرد، عبد الرحيم دقلو شرد،
ما تصاب مس شرد عديل شرد عرد. الكلام ده حقيقة أصله ماشي الهام. الجيش اللي يمدي شغال شغال والله اللي يمدي ما داير وصايا والله اللي يمدي ما داير وصايا. والشغل واضح في كلام العطا ده. الناس دي عارفين ولا ما عارفين؟ عارفين. الناس دي عارفين العدو عارفين ومجرس وعارفين يوغندو عارفين عارفين كل حاجة. خلاص تاني انت انتظر النتيجة تحت الحرب. ادعم جيشك اقيف مع جيشك. الفاشر نار الله الموغدة. كل الحركات مع الجيش السوداني الان كلهم قسم الولاء للوطن قسم الوحدة انه دارفور دي ما يخلوا فيها ولا جنجويدي. قصة ما الفاشر دارفور كلها شفت دارفور كلها ما حيفضل فيها جنجويدي. ده القسم اللي خدته ده كلام واضح. خلاص القصة انتهت ماشي خواتيم ماشي خواتيم. جيش من الأسهر ليه وادي سيدنا من صينية الأسهر ليه وادي سيدنا ما ولا بتقدر تعاين. جيش جيش لا لف لا دوران كلام واضح. بهناك الغابة كلها شارع الغابة المقرن المناطق كلها ما تسمع الخبر طلع النفي بتاع القوات المسلحة طلع النفي ده أمس خبر طلع من صحيفة الحدث. الناس يا جماعة مشي للأخبار بتاع صحيفة الحدث لأن الأخبار حقتها بتحاول تزرع كلام عشان تدي ضربة إعلامية للجيش تدي ضربة إعلامية للجيش. صحيفة الحدث أمس نزلت الخبر بتاع الظهر ما في خبر نزل من القوات المسلحة أو نزل فيديو ما تنشره ما تنشره. الجيش متقدم في كل المحاور. جنجويد ديل لا حول لهم ولا قوة. بحر الليلة مسيرات مشاة نظافة جت فل نظافة فل نظافة. الناس ديل ما عندهم حاجة. الناس ديل بيبكوا الواحد بيقبضه بي 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 بيعمل عليه روحه اقسم بالله بيعمل عليه روحه. الفيديوهات قاعدة موثق تشوف بعينك تتفرج ما بنقول كلام بهتان. الناس ديل بيمسكون الواحد بيغني بيبكي بيغني بيبكي عديل بيبكي 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 زي اخته بيبكي زي اخته بيبكي بيبكي بعيط بعيط والله بعيط. وتحت عاملة تحت والله تحت العملاء امس واحد عاملة والله تقوم لا شجرة ترويها لمدة 6 شهور تروي لا شجرة لمدة 6 شهور. الناس ديل انتهوا الناس ديل انتهوا الناس ديل كملوا الناس ديل ما عندهم ذخيرة الناس ديل ما عندهم لا حول لهم ولا قوة. الناس ديل الان في الخواتيم الان بيصلحوا في الكوبري دايرين بأي وسيلة يدخل لهم حاجة وما في حاجة بتخش. الجيش صاحي وواعي طيران شغال 24 ساعة جميع انواع الطيران شغال جميع انواع الطيران شغال ما في لف ولا دوران. دي الخواتيم دي الخواتيم شاء من شاء وابى من ابى. والكلام الداري تأكد دي الخواتيم يراجع كلام الفريق ياسر العطل. ياسر العطل لما بيتكلم ما بيتكلم سايمين فراغ بيتكلم مالي يده كده. ولما جاب الكلام وبالاسماء ما جابه ساي جابه لانه خلاص المعركة انتهت خلاص المعركة خلصت. الكلام ده ما طلع ساي. دي الكلام اللي بيقول فيها سر العطل ده دليل قاطع لانه المعركة خلصت لانه الان متحكمين في مسار المعركة جوه وبره ما جوه بس بره. الحدود كلها مسيطرين عليه عارفين وبيقولوا بالفم المليان وبيعلوا صوت عالي وبيقولوا ده بيدعم وده بيدعم وده ما بيدعم بعديل. انتهت انتهت. المؤتمر بتاع المناخ والمناخ ده البرهان قال ما ماشي وده حاجة طبيعية. الحاجة الما طبيعية انه يقول ماشي. الحاجة الطبيعية انه ما يمشي انه ما يمشي. والكلام ده قاله ياسر العطا الرسالة بتاعت ياسر العطا دي شيء طبيعي انه البرهان ما يمشي انه متفق مع ياسر العطا في الكلام ده. انا قلت لك كلام ياسر العطا ده ممثل البرهان ولو ما مثل البرهان برضه ما حيقدر يمشي لانه ياسر العطا كلامه واضح.
كلام ده ممثل المؤسسة العسكرية وما قالوا، قالوا قدام المؤسسة العسكرية كلها وسمعنا الجيش كله بكورك شنو؟ حرجعها لزمان لما كانت كده، وحرجعها وحنسويها. يعني الشيء الطبيعي انه البرهان ما يمشي، وفعلا البرهان ما مش. الشيء ما طبيعي انه البرهان يمشي، لكن الحمد لله ما مش، ودي ده حاجة كويسة. الشيء الثاني كويس، بكرة هيئات علماء هتطلع من بورسودان مليونية أو مواكب كبيرة جدا. ليه؟ عشان يوصلوا صوتهم ويطلبوا السفير الأمارات، لأنه الشغلة بقت ما دايرة دس دي الناس الدنيا كلها عارفها بتقتل فينا. عديل بتدعم في تمرد، بتدعم في ميليشيات، بتجيب فيهم من كل دولة عشان تدمر السودان. نحن قدمنا لها الخير، ما لقينا منها إلا الشر. نحن علمناهم وربيناهم وأسسنا لهم دولة، نحن ما بيحقون، ما بيحقون بين نحن بالأمانة وبالنزاهة وبطيبة السوداني وبأخلاق السوداني، خلينا عندهم دولة لما كانوا هم ما دولة. احنا لما كنا دولة هنا عبارة عن إبل وخيمة ورباط في النص. عشان كده لازم الناس تقيف، دي الحقيقة، احنا ما غلطنا عليها. ابونا الشيخ زايد كان داعم للسودان، وكان اسمها دولة فعلا زايد الخير، وكانت دولة فعلا بدولة، لكن زي ما قال لك الان بامريكا الدولة الان بتدعم في ناس بيختصبوا في الحرائر حقيننا، بتدعم في ميليشيات بيدمروا في بلدنا، بتدعم في ناس بيكسروا في بيوتنا، بتدعم في ناس بيشردوا في اهلنا. تفتكر نقابلها بشنو؟ نقابلها بشنو؟ بالورود؟ نقابلها نكون شعب ديوس نقعد نشتغل معاهم ونبكتلوا في اهلنا، وتقول لي والله الرزق، الرزق بيد الله، الرزق عند ربنا اللي خلقك، ما عشان الوطن يضيع نخليك انت تصرف راتب عنك، ما صرفت ولا اكلت ولا شربت، الدار يطلع منها يطلع والدار يقعد، ده هم يبقى معاهم. لان الان ما بتحتوي الا العماله، ما فيها النزاهه، ما فيها الوطن، ما فيها شرف. الان انت بتاكل في دم اخوانك، الان انت بتقتل في اخوانك، الان انت قاعد في دوله بتدعم في ميليشيات، ودي الحقيقة. ما في لفظ هتقول لي والله ظروف، خلقك ربنا ما خلقك شيطان، خلقك ربك قادر يأكلك، قادر يشربك، قادر يديك. ما في مبرر بيخليكم تقعدوا، وما في مبرر يخليكم ترضوا المهانة، ما في مبرر يخليكم ترضوا الزلة، ما في مبرر. ما خلاص ده الحق، حصحص الحق خلاص، الناس كلها عارفه الان. دي ما داري معلش، لو كان الناس متغالتين، لو في كان راي بيقول لا لا معلش، لكن بقت واضحه زي عين الشمس. الان بقت واضحه، ما تقول اي والله ظروف السودان، والله احتمال ربنا رايد لك الخير، لكن انت بتنهش في لحم اخوانك، انت بتاكل في لحم بلدك، انت بتختصف في الحراير معاهم، انت قاعد مساند بسكوتك، مساند بضعفك، مساند بجبانتك، مساند بكل حاجة فيك سيئة، ودي الحقيقة. أصفق ليكن، أقول ليكن ده الآن الوطن لو ما لقى خلقاك 200، الآن لو ما في موقف بتاع رجال تاني، بتين المواقف تصهر؟ بتين؟ ما البلد دي تاني ما عندنا معاها علاقة، وحيطردوك انت قبل ما يطردوك. انا اقول لك للناس حيطردوك، حتطرد، حتطرد، لانه جاي اكعب من الاستعداد. الان السفير حيطرد، والشعب السوداني سفارتهم دي اليوم الدين ما دارين علاقات، والشغله خربت عديل فوق تحت. انت عليك الان تتخذ قرار. اي زول شايف في نفسه ما تقول لي والله بيموت، ما في زول بيموت من الجوع، ولا في زول ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقك وهو الكفيل بيك وهو اللي بيطعمك وهو اللي بيديك وهو اللي حيفتح لك باب رزق. لكن انت اخذ الصح، اقف مع الصح، ما تدعم الغلط، ما تخلي في دولة، ما تخليك في دولة بتدعم في ملايش، ما تخليك في دولة بتدخل لنا الموت كل يوم، دي الحقيقة.
الناس تكون عارفه والناس تكون واعيه. دي هنا المواقف، دي هنا المواقف، هنا خلاص يا مع الحق يا مع الشر. تفتكر حتخليك خلاص قنعت من السودان والسودان طردها والشعب ما دايرها والسفارة اتقفلت وقطعنا، حتخليك؟ والله ما تخليك، والله لو ركحت ما تخليك، والله لو ركحت ما تخليكم. انا بقول ليكم والله شفت العملاء الداعميننا والوافق ما بتخليكم، اللي بيركعوا عليهم ما بخلوكم، اللي بيغسلوا لهم يدينهم ما بخلون، اللي بيرقدوا لهم ما بخلون. دي الحقيقه تخطها في راسك، يعني جايك 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 جايك، دي تخطها. والله ما تقول عشانك انت الناس تقعد تمشي وتدنقل راسها، ما في تنقل راس، دي دوله سودانيه. عشان انت تغنى يا اخ عنك ما غنيت ولا ميتينك طلع، عنك تموت من السودان. ده ما بنبيعه عشان انت تغنى، ولا بنبيعه عشان انت تصعلك، ولا بنبيعه عشان انت تمشي من حفله لحفله ومن شركه لشركه. عنك ما اشتغلت وعنك ما اكلت وعنك ما شربت، ده وطن. الوطن ما رهن لناس يقعدوا هناك عشان الناس تسكت، ما في. باذن الله تعالى نزور السودان بكره بعد صلاه الجمعه في الموعد، صوتكم يصل، كلام واضح. احنا ما دايرينه، واحد اثنين عندنا البراهين وعندنا الأدلة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، القصة انتهت. لا دي بلدنا، لو كانوا احترمونا هذه في 100 دولة قاعدة. حصل يوم احنا طلعنا على دولة عربية طردنا؟ حصل يوم طلعنا على دولة؟ ما حصل. احنا بالعكس، احنا بنحترم الضيف وبنحترم العروبة وبنحترم كنا لفارغة وبنحترم العالم، لكن ما لقينا احترام. لقينا احترامنا ده وطيبتنا دي بيعدوها عبط، بيعدوها احنا شعب ضعيف. احنا ما ضعيف، احنا عندنا ثوابت وطنيه، عندنا حاجات تربينا عليها، عندنا بنعرف نكرم الضيف، بنعرف نتعامل باخلاق، ما بنشيل جوا قلوبنا. لكن الكلام ده جاب لنا المتاعب وجاب لنا المشاكل وجاب لنا الاطماع وجاب لنا الناس اللي سوى والما يسوى دار يطمع في بلدنا. احنا نوريكم الوجه الثاني، نوريكم السودان الحق، نوريكم احنا شنو، ودي الحقيقه. لازم الان يطلع السودان الاصيل، السودان اللي ما بيرضى المهانه ولا المذله، السودان الفارس، السودان الراجل، ودي الحقيقه. دي الحقيقه الناس كلها تكون عارفه، دي المرحله. دي المرحله دي ما فيها دفندقين، دي ما فيها رماديه، دي فيها واضح ابيض اسود. ابيض اسود، انت مع منو؟ انت تابع لوين؟ وطنك وين؟ انت مين؟ ريحتك من وين؟ يا سوداني يا عميل، يا سوداني يا عميل، ما فيها في النص عشان الناس تكون عارفة، ما فيها مجاملة. احنا دولتنا اللي حصل فينا ده والله العظيم يدفعوا ثمنه من اضعاف اضعاف اضعاف. لا بنجامل ولا بنصالح ولا بنطبطب ولا 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 ولا. احنا بلدنا دي شفنا بعيننا، خلاص القصة انتهت. البلد ماشية للانتصار، وقربت، مش قربت، قربت دي بعيدة. أنا لما والله أنا كنت بقول قربت زمان قبل 3 شهور، الآن ما قربت، الآن انتهت، انتهت. الناس ديل الآن بيقبضوا فيهم من كل مكان. الآن الجيش لافي في مناطق إحنا ما بنقدر ننشر، عندنا الفيديوهات لكن ما بننشر، وممكن نقول لك وين لكن ما بنقدر نقول لك الارتكازات. وأم درمان والله ما باقي حاجة، ام درمان والله باحتباره قلت لك الجيش انتهى، بس بنظف لك انت عشان انت ترجع بيتك، والان بامن بالشرطه، والان الشغل شغال ماشي تمام. الحقيقه تفهم انه الوضع ماشي في كل المناطق، الخرطوم، شرق النيل، بحري، المناطق دي كلها ماشي. الباقي شنو؟ الباقي باذن الله تعالى باقي القرارات. طلع قرار عن والي البحر الاحمر، جابوا حاجه كويسه جدا جدا جدا، خطوه موفقه. كذلك كسله جيب لواء، القضارب جيب لواء، النيل الابيض جيب لواء. يا جماعه دي احنا صيغتنا في جيشنا، احنا الان جيشنا ده بمسنا. اللواء جابوه ده لو خطيت خبرته وشهاداته اعلى من حمده، اقسم بالله العظيم.
تاخدت الشهادات بتاعت اللي وجابوه الليل امسك البحر الاحمر، والله اعلى من حمده. والله العظيم الخبرة اللي عنده والدراسة والتأهيل الدارسه مش لي وجيش، لكن الحاجة الدارسة والحاجة المحضر فيها والله حمدوك ما حضر ولا بالنسبة لي ولا حضر في كرسة ولا شيء ما حضر. الجيش فيه مؤهلين وفيه ناس عندهم كفاءات وفيه ناس دارسين وفيه ناس عندهم خبرة وفيه ناس عندهم الوطنية دي في كليتنا الحربية بيدرسوها، عندهم التربية الوطنية دي وكل الحربية بيحلفوا عليها غسل. الآن التغيير ده كويس، احنا دارين النيل الأبيض يا برهان، النيل الأبيض الوالي القحاطي ده شوته بره، جيب لك لواء. اللواء بالنسبة لنا الآن ثقة، بالنسبة لنا الآن احنا مطالبين به. احنا ما دارين مدني، أصله مدني ده ما تجيبه، أصله شفته مدني ده ما تخطه لين نهاية، ما دارين. واحنا دارين لواءات، دارين ضباط، دارينا ضباط، دارينا عسكرية. محتاجين الآن السودان محتاج لعسكري، أصله دي ولا بيتجادلوا فيها اثنين ثلاثة، محتاجين لعسكرية. لأنه الديمقراطية دي تكلمنا عنها كثير، نحن لسه ما وصلنا مرحلة الديمقراطية ولا عندنا ناس بيتقبلوا الديمقراطية. الديمقراطية حرة من الدكتاتورية للأحزاب وللنخب السياسية، الديمقراطية نار جهنم. والله العظيم ما بيقدروا يحملوها في نفسهم، ولا بيقدروا يطبقوها في أحزاب، ولا بيقدروا يطبقوها في أسر. الديمقراطية نار بالنسبة للناس الفاقداها. ديل بيتكلموا ديمقراطية لكن ما عملوا بيها ولا جزء من حياتهم ولا بعرفوها. بيتكلموا ديمقراطية شعارات ديكلير، لكن ما عندهم أفعال ديمقراطية، أفعالهم دكتاتورية. عشان كده نحن دارين الدكتاتورية الدغرية، دارين العسكرية الواضحة بإرادتنا وبكيفنا، أحسن مما يطلصوا علينا ويخدعونا ويجيبوا لنا دي دكتاتورية مغلفة بمدنية. نحن دارينا دكتاتورية، لأننا نحن كشعب سوداني خلاص عرفنا العلة وين، وصلنا مكان الألم، عرفنا وين بننزف. دارين نوقف النزيف، دارين نتعافى ونتعالج، دارين لنا 10 20 سنة مدارس، مناهج ديمقراطية، مناهج سلام، مناهج وحدة. شعب يتثقف من الأولاد في الابتدائي، من صغير متصغير ثالثة ده خلاص يتعلم الديمقراطية، يتعلم المدنية، يتعلم الوحدة، يتعلم الوطن، التربية الوطنية. لأنه النقش في التعليم في الصغر كالنقش في الحجر. الناس زي تديون، احنا ما عندنا الكلام ده، ما كان عندنا. احنا عندنا كلام فاضي حشو، عندنا تاريخ مزيف، تاريخ ما عارفينه بيخطوه في 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 بيوت ناس. كل زول بيخد لك يقول لك اكتب جدي كان راجل، اكتب جدي كان فارس، اكتب جدي ده باشا قتل 16 وقتل 32. الكلام ده صح. الان احنا دايرين منهج، عشان المنهج ده بعد 20 سنة 30 سنة أولادنا أولاد أولادنا يجوا يطبقوا ديمقراطية ومدنية، يرجعوا لنا بالدعاء يقولوا يا سلام سنة كده الشعب السوداني جأسس لديمقراطية. بتأسسها بشنو؟ بنأسسها بالنظام العسكري ده، بنأسسها بالنظام العسكري ده، هيبة الدولة، هيبة القانون، بنأسسها بجيش واحد شعب واحد، بنأسسها بالانضباط، بنأسسها باحترام القانون، بنأسسها باحترام بعض، بنأسسها بالأخلاق. لكن مستحيل تجون تأسسوا لي ديمقراطية وتتكلموا عن ديمقراطية وانتوا قاعدين في السفارات، وانتوا ما اختاركم شعب، دارين تحكموا رجال، دارين تحكموا. الآن لما شافوه انتهت والمعركة ماشية للخلاص، خلاص أي حاجة خلصت. حمدوك طوالي طلع الورقة، حمدوك طلع الورقة وكتب ليه؟ دارين يشوفوا لهم طريقة ينغزوا بها الناس دي بأي وسيلة. خلاص ما هي انتهت، جيم اوفر، انتهت اللعبة، انتهت اللعبة، انتهت. دارين الغزو بحاجات من برا. تفتكر ده ممكن يدوك ديمقراطية؟ ممكن يدوك حاجة؟ ما بيدوك. عشان كده شعب يا سودان، الناس تقيف مع جيشها مع مؤسستها. الحرب خلصت، الجاي بعد الحرب هو اللي همه. الناس تكون بنفس بنفس الناس الوقفة دي، الناس تكون واقفة على وطنها، تطالب عديل بالفوم المليان. العسكر ده يقعد، العسكر ده يقعد يحكي،
احنا محتاجين اصلاح في الشارع، محتاجين اصلاح في الاسره، محتاجين اصلاح في الحياه الاجتماعيه، محتاجين حاجات كثيره يا جماعه عشان ما نقعد نكذب. الاربع سنين اللي فاتت والله محتاجه لها 30 سنه، 30 سنه عشان الشعب السوداني يرجع زي ما كان، يرجع الشعب السوداني زي ما كان، شعب السوداني زي ما كان، وما يكون جواه كسر ولا شق ولا 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 ولا. عشان كده الناس تدعم جيشها، الناس تقف مع جيشها، المعركه خلصت. لا وجود للاحزاب، لا وجود لاي مستعمر جديد، لا وجود للاستعمار الحديث، لا وجود للعملاء، لا وجود للنخب السياسيه الفاسده، لا وجود للمتملقين، لا وجود للعنصريين، لا وجود للانتهازيين، لا وجود للناس اللي ما عندها دين ولا عندها ايمان. ما في. في وطن. عندك شنو؟ بتقدم شنو للوطن؟ دار تعمل شنو انت؟ ما عندك حاجة؟ اقعد زي الناس، اقعد شجع، شجع زي الناس. الكورة دي بيلعبوها 11 لاعب عفوا، بيلعبوها 11 لاعب، الناس دي كلها بتشجع، وفي النهاية بيحققوا انتصار وفوزوا. هنعملها ديمقراطية، كل زول داير يلعب؟ لا، الناس الكورة دي المهاريين. الآن المهارة عمينه في الدولة السودانية عند العسكر. ليه؟ لأنه العسكر أول حياته انضباط، حياته منضبطة، نحن دارين الانضباط. العسكر عنده مؤسسة بتضمه بتلمه، شغل مرتب، حالفين عليه. إحنا محتاجين ليهم، إحنا ما محتاجين لأحزاب، أحزاب تاريخ أسود. الأسرتين تدمر السودان، لو جو ممكن يتحاكموا بالإعدامات، من يطلعون تاني يعدمون. دي حقيقة. احنا محتاجين الشعب يكون واقف على دولة السودانية. الآن احنا بنتحرر من مشاكلنا التاريخية، الآن احنا بنتحرر من مشكلتنا وأزمتنا التاريخية. الما عارف يعرف، دي أزمتنا التاريخية، والمشكلة اللي ما حصل قدرنا فتحناها، والمشكلة اللي كانت واقفة لنا في تنمية السودان واستقرار السودان، دي المشكلة اللي لسه قدامك. النخب السياسية والأحزاب دي ما حصل يوم خلوا لهم كفاءة سودانية تقدمت الصف، إلا يجيبوا انقلاب بطوعهم وبمزاجهم، جزء منهم أحزاب تعمل انقلاب يحكموا مع العسكر، لكن يجوا يعملوا ديمقراطية بيجيبوا ناسنا العوالي، بيجيبوا ناسنا الفاقد التربوي الفاقد الأخلاقي، بيجيبوا الناس اللي ما عندها أي حاجة لأي حاجة، بيخطوا لك وزير، بيخطوا لك في الوزارات، بيخطوا لك وين وين. السودان بيتدمر، ودي مشكلة من 56 وقبل 56، حكموا مع المستعمر 53 في قبة البرلمان، ومن 1919 مشيتهم لبريطانيا وطلب من بريطانيا انها تيجي تحتل السودان. عشان كده دي مشكلتنا الرئيسيه. الان احنا بنتعافى منها، اتعافينا منها بالدم، بالاغتصابات، بتكسير البيوت، بالنزوح، بكل حاجه. دفعنا الثمن، دفعنا كل حاجه عملناها. الان الدوله بتاعتنا ما بنتنازل عنها ولا بنخليها، ولا ممكن نيجي ناس ياكلونا بالحنك وباركوها ما في. عدالة وقانون، انت مجرم، عدالة وقانون، انت داعم الجنجويد، حكمت المحكمة، انت كنت بتدعم في الجنجويد، حكمت المحكمة، انت كنت ضد الجيش، حكمت المحكمة، لأنه الجيش وطن. الجيش وطن، انت واقف ضد الوطن. الجيش وطن. وطن وطن وطن، انت واقف ضده. معناته انت تتحاسب. تتحاسب تتحاسب تتحاسب. يعني ما حتجينا تقول لنا والله ممكن احنا ننفع سياسيين تاني، ما في خلاص قفل. لا تاني ممكن تلقى ود المهدي، ولا تاني بتلقى بنت المهدي، ولا تاني مستحيل تلقى ود المرغني، ولا تلقى بنت المرغني، ولا تلقى صديق يوسف، ولا تلقى ابراهيم الشيخ، ولا تلقى عرمان، ولا بتلقى عدمان. الموضوع ده قفل. الناس دي بالنسبة لنا دي سلة المهملات وسلة الله يكرم السامعين. خلاص دي بالنسبة لنا انتهت، دي مشكلتنا التاريخية، انتهينا منها. العسكر ده ما مشكلة، ما مشكلة العسكر ده، ما انت وولدك وجيرانك. العسكر ده هو اللي كان بيشيل المشكلة بتاعت الأحزاب،
العسكر ده بعد ما الاحزاب يدمروا البلد ويكملوا البلد ويوصلوا الشعب السوداني للانحطاط بيسلموها للعسكر. العسكر بيقوم بالبلد وبينحط بيه وبيبني وبيسوي، بيجوا تاني يطمعوا في البلد من جديد، تاني يجوا يعملوا حاجه من جديد. ودي الحقيقه مثبته في التاريخ وبالورقه والقلم، ماني غاش ساي. ترجع من 58 اول انقلاب لحد 89 لحد 9 لحد 2019، الشغل ده كده ما تغير ولا زاد ولا كيلو بتاع نزاهه، ولا زاد ولا كيلو بتاع اخلاق، ولا زاد ولا كيلو بتاع وطنيه، بالعكس نقصوا. مكتب تاريخيه يا هندل، الاحزاب ديل، الاسر ديل، الناس ديل دارين يحكموا وهم ما عندهم رقبه للحكم ولا عندهم فهم للحكم. الان احنا بنقطع فيه المشكله التاريخيه، الان احنا بننتهي منها. السودان حيقوم حنعبر، والله نعبر ضوء اخر النفق، والله العظيم نفق ومليان ضوء، خلينا نفق ده نفق ومليان ضوء جوا. خلاص طان شنو احنا صبرنا، تعبنا، هاي الناس تعبت، الناس ما لاقي تاكل، البرد، لكن برضو جايك وطن، حتتدفى بالوطن، حتتدفى بالتغيير الجديد، حتتدفى بالدولة اللي انت بتحلم بيها، حتتدفى بالامن والامان، حتتدفى بالاستقرار، حتتدفى لما تمشي المستشفى تلقى فيه علاج وفيه دواء ورخيص، ممكن فيه ما حتلقى فيه حرام، حتلقى ناس فاهمة، حتلقى ناس دايرة تبني، ناس دايرة تعمر، انت كده حتتدفى وحتنسى اللي شفته ده كله، وحيكون لك ماضي. لما دولتك تتبني الفات ده كله حيكون لك ولا حاجة، لانك انت حتكون ماشي في دولة جديدة، ماشي في اخلاق، ماشي في وطن، ماشي لفوق، الفات ده كله ما حتشوفه. لكن لو جيت بعد الكلام ده كله قابلت ديل قدامك، اقسم بالله تجيك مرارة في حلقك ما تروح منك، واحتمال تموت بضغط سكري ويشيلوك طوالي. بعد بعد الثمن اللي دفعناه ده كله، وبعد التضحيات، وبعد الجوع، وبعد الفقر، وبعد المرض، وبعد الدمار والاغتصابات، نجي نلقى الرمم ديل قدامنا، قسما بالله تموت ما غسساي، تموت كده عديل، تموت بس ترقد كده وتموت، لانه ده شيء طبيعي. الناس ديل ما عندهم حاجه تاني يجوحكم، الناس تطمئن، الناس تثق في جيشها، الحرب ماشيه للنهايه وانتهت، الباقي الان حاجه طلاقيط، اللي خيص ذاته انتهى، شفت اللي خيص ذاته اللي كان بيقول لك اللي خيص انتهى، الباقي اخر فقره، اخر فقره، الفقره الاخيره دي بس يا هل باقي الصغيره، الثلاث سطور بس هي الباقيه، ما في حاجه. الله يديكم الصحه والعافيه، وبالله شاء من شاء وابى من ابى. يا جماعه المنصه هناك، اي زول جاي يتكلم، داير يتناقش، عنده حاجه، داعم للوطن، داعم للجيش، ما يجيني زول ما داعم للجيش، اي زول داعم للوطن، داعم للجيش، داير يتكلم في دعم الجيش، في دعم الوطن، حبابه. اي زول حزبي داير يتناقش، احنا ما فاضيين لنقاش، ولا حنناقش لنا اصنام، ولا حنناقش لنا ناس احنا انتهينا منهم، ولا حنناقش لنا ناس بالنسبة لنا ناس تافهة ما عندها قيمة عشان نقعد نتكلم معاه ونتخاطب معاه. احنا ممكن نتخاطب مع الانسان الدار يفهم الدار يتغير، لكن تقعد تتناقش مع انسان مدفوع قروش راتب عشان يجي يقنعك بالغلط، حتقنعه كيف؟ زول قابض قروش عشان يجي يقنعك بالغلط تقنعه كيف؟ حتتكلم معاه تقول له شنو؟ حيتغير؟ ما بيتغير، مستحيل يتغير. عشان كده المنصة فاتحة، حتكون بعد نص ساعة، الناس الدايرة تتناقش، الناس اللي عندها كلام، اللي عندها أسئلة، الدايرة تتكلم، الدايرة تعبر عن رأيها، تجيب هناك المنصة مفتوحة لك، حقتك دي، منصتك بتاعت الشعب. لكن ما تكون تابع للناس دي، الناس دي كرهناهم بالله واحد. ما عندنا لون حاجة، ما بنطيقهم. خلاص. الناس تجيب هناك المنصة تيك توك، بسيوني كامل بسيوني. تعال اقعد ناقش اتكلم اطمئن، اخذ طاقه ايجابيه، افرح انبسط، الامور طيبه. لا دارين نناقش، لا دارين نثبت انه ده حاطي وده جنجب، لا هم مثبتين. كل الناس كلهم عارفه، ونثبت لهم اتناقش مع منهم.
تتناقش مع عوالي؟ ما بتناقش. اي زول جاي بهناك من الناس الوطنيين الداعمين للجيش حبابك كليف. الله يديكم الصحة والعافية. سلام عليكم.